مؤمن زكريا متألق في الدوري السعودي الحقيقة، والنهاردة يمكن مؤمن غلاف معظم الصحف السعودية. دي جريدة الرياضي السعودية النهاردة، واضح صورة مؤمن زكريا هي الصورة الرئيسية على غلاف الصحيفة السعودية وساعة الانتشار، وحديث عن تسجيله هدفين في مرمى العروبة في كأس خادم الحرمين بعد لعب تلت ساعة فقط، سجل فيها هدفين في ثلاث دقائق فقط عشان يواصل مؤمن زكريا نجاحاته في السعودية، وأهدر هدفا من انفراد. قلت لكم ان احنا لمزيد من التفاعل مع حضراتكم فرصتكم تشوفوا هدفين مؤمن زكريا الاول، وبعد كده هنستقبل بعض تليفونات حضراتكم على 3833655 او 010-996-59-8. وطبعا زي ما قلت لكم لتفاعل حضراتكم على هاشتاج اسال ملك وكتابه، بتبعتوا لنا كل الاسئله اللي انتم عايزين تسالوها والصفقات اللي عايزين تعرفوها من مهندس الصفقات خلال الحلقه، هنحاول نجيب لحضراتكم عليها اولا باول. بس تعالوا نشوف هدفي مؤمن زكريا في مرمى العروبه. في شباك الأوروبا، هنا الكرة، هنا نقرة، هنا هدف خامس في القاهرة، ولا في جدة. انت يا مؤمن بتنور الحتة في القاهرة، ولا في جدة. انت يا مؤمن بتنور الحتة، الا نورت كل حتة. مؤمن نشوفها 6-6-6-6. شوف 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 الأولى من سلمان، الثانية من فيدفا، رافع في مرتين، ومؤمن زكريا قال خلوها عليا خلوها عليا. السادس للأهلي في شباك الأوروبا. ايه كله، ايه كله أهلي، آخر حلا أهلي، آخر جمال. نورت الحتة يا باشا، والله ده المعلق بيقول له مؤمن كده. بداية مهمة، بداية مهمة انك انت ربنا يوفقك وتعمل علاقة مع الجماهير. طبعا، ويعمل لهم كده بتاع كلام حلو، جايب جولين، وده بنقوله بقى اللعيب اللي ينزل اخر 10 دقايق منهم 5 دقايق في الوقت بدل محتسب 90 و93 و93. اذا ده معناه ايه؟ نقل لهم، نقل لهم سحر الدقايق الاخيره. ايوه، لما يجي لك الفرصه كن على قدرها.